هذه عاداتهم، يستغلون المنازل والمؤسسات الحكومية وأزقة الشوارع لزرع الألغام والمفخخات على أسلوب داعش والقاعدة في بنغازي ودرنا. الإرهابيين التابعين لحكومة الصخيرات والمرتزقة السوريون يقومون بزرع الألغام بمنطقة ازداد شرق مدينة مصراتة، حيث أكدت مصادر عسكرية بدء ميليشيا حكومة الصخيرات والمرتزقة السوريون المدعومين من تركيا في تلغيم منطقة ازداد شرق مدينة مصراتة بأنواع مختلفة من الألغام الأفراد والآليات. وأوضح ذات المصدر أن عملية التلغيم تتم بإشراف ضباط الهندسة العسكرية الأتراك، مضيفا إن عملية الزرع شملت أيضا محيط منطقة ازدادة وصولا إلى المدخل الشرقي لمدينة مصراتة. ووفقا لمراقبون أن وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وبدعم من تركيا تحاول إيهام الرأي العام الليبي والدولي بأن الجيش الوطني هو المسؤول عن ذلك. ووفقا للمصدر العسكري، فإن ميليشيا حكومة الصخيرات دخلت مرحلة زرع الألغام والمفخخات بأسلوب الجماعات الإرهابية داعش والقاعدة، مؤكدا وصول عدد من العناصر الإرهابية عبر تركيا لديهم خبرة في زرع الألغام وصنع المفخخات. هذه الأفعال البشعة المرفوضة في قوانين الحروب باستخدام الألغام بمناطق المدنيين والجبهات وتعد جريمة دولية، ولكننا لا نستغرب مثل هذه التصرفات من هذه المجموعات الإرهابية التي انتهكت جميع حقوق الإنسان في المدن بالمنطقة الغربية. لقناة ليبيا الحدث، أبو بكر يحيى.